السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شيف سهيلة. اليوم ان شاء الله نحضروا واحد الميني بيتزات على شكل بالعجينة ديال الرغيفة. صراحة كتستحق تجربة وزوينة بزاف وكتجينا مقرمشة وسريعة، يعني بدون اختمار في ساعة توجدنا للعشاء ولما لا، يعني هكذا سريعة سريعة. وكنشكركم بزاف على المتابعة وعلى الاشتراكات في القناة ديالي، وشكرا بزاف للتفاعل ديالكم معايا. وندوزو المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة في هاد القصعة كنحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الخاص بالحلويات، ممكن تضيفو 2 كيسان ونص مع نص كاس ديال الفينو، نتوما على حسب الاختيار. كنديرو شوية ديال الملح ضروري، كنملحو العجين ديالنا، وكنديرو واحد راس معلقة ديال الخميرة خاصة بالخبز، يعني الحبيبات او المعجونه اللي يعجبكم. كنديروا 2 معالق ديال زيت الزيتون او الزيت النباتيه، ما كاينش مشكل. وغادي نديروا الماء الدافئ لجمع العجين. صراحه سهله وفي ساعه توجد وما فيهاش المقادير بزاف. ممكن في العجين دي بغيتوا تزيدوا واحد المعلقه ديال السكر، ماشي مشكل، انا ما زدتهاش، يعني كنكتفي غير بهادشي. صافي غنبقى بشويه بشويه حتى كنجمع بالعجين ديالي، وغادي ندلكها جيدا. هاد العجين هادي كتبغي تدلك مزيان مزيان. هنايا الا كانوا العدد الافراد يعني كثار في الدار، يعني كتضبلوا المقادير، ما تديروش هاد الكميه هادي صغيره اللي بحال اللي درت انا. صافي من بعد غادي ندلكها مزيان، وغادي ندير ليها الوجه ديالها بالزيت، وغادي نديرها في شي بواطه غير لما نوجد الحشوه. صافي من بعد غادي نضيف واحد كاسرونه ولا بقيله بحال هكا. غادي ندير واحد الحك ديال المطيشه، ولا ما عندكم الا ما كانش يعني كديروا مطيشه عادي كتحكوها، ولا كان عندكم داك الطوماط يعني في القرعه الكبيره كديروا واحد 2 معالق كبار ديال المطيشه. كنضيفوا عليها 2 معالق تقريبا ديال زيت الزيتون، وكنضيفوا 1/4 كاس من الماء، وكنبدا نخلط هكا مزيان، يعني كنخفف هاد لاصوص ديالي مزيان. وعاد نضيف لها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار بطبيعه الحال وشويه ديال الزعتر. صافي وغادي نبدا نخلطها مزيان هكا، يعني ماشي بزاف، غير كان بحال كترخف لينا وكتدخل فيها الطياب واحد شويه، وكنطفيو عليها بحال هكا. بحال كتحركوها غير شويه تحسوا بها خفافات. صافي كتديروا صافي كتحيدوها من فوق على النار، كتخليوها تتبرد. صافي من بعد انا شكلت هذوك العجينه ديالي كويرات على هذا الشكل هذا، وغادي نطلق الاولى وبطبيعه الحال بالمساعده من الزيت، وغادي نورقوها بالزبده. هانتوما تلاحظوا الزبده عاديه، نوعيه عاديه، ماشي زعما النوعيه الجيده ولا الزبده اللي كناكلو انا هي اللي ذوبت. صافي غادي نسرح كل كويره، انا ممكن الا بغيتو ديروهم صغار كديروهم صغار، من هذا الحجم انا درتهم شويه كبار. صافي كندهنهم بالزبده وكنرشوه بالسميده باش تجينا مورقه من الداخل، او بالفينو. صافي كما لاحظتوا على هذا الشكل هذا، وكنطويوها عادي بحال الرغيفه اللي كنديرو دائما. وغادي نجيب واحد الكويره واحده اخرى حتى هي غادي نطلقها، حتى هي غادي نطلقها بحال الاولانيه. كنطلق بالزيت ومن بعد كندهن بالزبده يعني المذابه، وكنرش بالسميد يعني السميد ناعم، الاخوات اللي كيكونوا العربيات السميد ناعم. صافي من بعد كما لاحظتوا، وغادي نرش هكا بطبيعه الحال باش جينا المورقه، وغادي نجيبو هذاك الاولانيه اللي درنا وغادي نلفو عليها. سينو ما كنتو درتو الا بغيتو ديرو بحال هكا وحده فوق قلب وحده ديرو، ما كاينش مشكل، ديرو غير وحده يعني كتعطي نفس النتيجه. صافي غنبقى مستمره هكا نسالي، غيخرجوا لي تقريبا انا درت 8 د الكويرات، وحده اخرى صغيره يعني غيخرجوا لي 4 كيكونوا متوسطين، يعني تخرجوا شويه كبارين، وحده صغيره هي 5. نتوما الا كان يعني حنا ما كاينش يعني ما قلالين في الدار، درت غير داك الكميه. صافي وغادي تبقاو ديروا على هذا الشكل هذا حتى غتساليوا هذه الكميه كلها اللي عندكم. وغادي هانتوما تلاحظوا معايا
وغادي تبداو باللولة ديالكم، غتبسطوها شوية وغادي تقلبوها وغادي ترجعوها على شكل دائرة. هانتوما غتلاحظوا معايا دائرة، هانتوما صافي، غتبقاو غير ديروا لي على الشكل هذا صافي، تبقاو تقادوها حتى كتولي لكم شكل دائرة ماشي شكل مربع. الا بغيتو تبسطوه على شكل مربع ما كاينش مشكل، الا كنتو بغيتو ديروها زعما حنا بغينا زعما يعني كنقولوا بيتزا بيتزا صافي. وغنبقى مستمره على هذا الشكل هذا يعني بدون اختمار، ما كتسناوش لا غير بما كديروا داك صوص طوماط بوحدها اللي تطيبوا، اما شي الاخر ما كيكونش طايب، ما فيهاش حتى الاخر صافي. نكمل هكا بنفس الطريقه، وغنجيب واحد اللاطه غير غادي ممكن تفرجوها بابي سوفيغيزي ممكن بلاش، انا من يعني ما غير دهنتها شويه قليل من الزيت ودرت فيها هاد الكويرات دياولي صافي. كيما شفتوا غنجيب صافي، غنبقى نبسطها. كنتوما حاولوا انكم تقادوها دائره، انا المهم كنت كنحاول نقادها، حاولوا انكم ديروها دائره يعني فاش كديروا ليها الاخرين ما كيبانش الاخر صافي. من بعد غادي نثقبها مزيان على هذا الشكل هذا يعني باش ما تنفخش ليا في الفرن، وغادي باش تجينا رقيقه ومقرمشه صراحه كتجينا زوينه. من بعد ما بردات لي صوص الطوماط غادي نسرحها هكا على الوجه ديال البيتزا ديالنا، صدقوني البنات كتجي رائعه وزوينه وساهله ما فيهاش المقادير بزاف. هنايا هنا في حاله الا بغيتو انا غادي ندير لها غير ديال الصوص طوماط اللي صايبنا دابا، وغادي ندير لها واحد العلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت، وغندير لها الزيتون الاخضر هانتوما تحضوا معايا والزيتون هانتوما. المهم الا بغيتو نتوما غديروا الفلافل غتصغير غتشحروا واحد البصيله، وإلا كتعجبكم البصله في البيتزا ديروها، ديروها مع الفلفله، الفلفله خليوها خضراء يقطعوها وزينوا بها هادشي اللي غديروا صافي. ها هي درت الطون ودرت داك الزيتون ودرت صافي. ها نتوما كما لاحظتوا غادي ندير واحد الزيتونه كحله من الفوق غير باش يعطينا داك المنظر ديال البيتزا صافي. من بعد غادي نخليها طيب على خاطرها، كنسخن الفران ومني كطيب ليا فحال هذا الشكل هذا كنزيد ليها الفخوماج الاحمر كما لاحظتوا. غادي نديرو انا كيعجبني هكا يعني ما تنعاودش ندخلو للفران، هو غيدوب عليه نيشان حيت باقي سخوني هكا باش كندير له صافي. من بعد على هذه الاثناء غادي نكمل بهذه الطريقه، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وبالصحه والراحه، ولا عجبكم الفيديو دائما